بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن هاتين الآيتين قد خطتا بيد القدرة الإلهية، فهاتين الآيتين نافعتين جدا لقضاء الحوائج، بل جميع حوائج الدنيا والآخرة. رجاء استمع عن هاتين الآيتين. الآيتان هما من آخر سورة البقرة، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى الآية الثانية والأخيرة من سورة البقرة عندما يقول الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة التي تشتمل على جملة أدعية كان الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج يقرأها وتؤمل له الملائكة ويستجيب له الباري عز وجل. لهذا السبب يستحب قراءتها كثيرا، لأن من قرأها يستجيب له الباري. فلقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله إن هاتين الآيتين من كنوز الجنة، والله سبحانه كتبها بيد قدرته قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام. من قرأها بعد صلاة العشاء كمن أحيا ليلته بالعبادة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ هاتين الآيتين قضيت له جميع حوائج الدنيا والآخرة ولم يقترب إليه الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وآله: ارتفع من بيت ثابت بن قيس نورا إلى السماء كأنه الضياء، لأنه مشغول في قراءة آخر سورة البقرة. وهناك روايات كثيرة حول فائدة هاتين الآيتين، فجرب ولا تشك. بعد صلاة العشاء تقرأ هاتين الآيتين ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى حاجتك فتنقضي حتما إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولا أيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.